اوكي، عايزين نتكلم شويه برضو عن تجميل الشفايف يا دكتور. اه في ناس شفايفها بتبقى مش لايقه على وشها، وشها بيبقى كبير قوي وشفايفها رقيقه قوي. انا هقول لحضرتك ليه الشفايف، لان الشفايف للاسف اكتر حاجه ست بتحس ان هي رفعت مع تقدم في السن هي شفايفها. تقول لك انا شفايفي رفعت مع تقدم في السن، فاول حاجه تلجا ليها انها تكبر الشفايف، اسمها ليب اوجمنتيشن. دلوقتي الجديد ما بقاش اسمها كده، بقى اسمها انهانسمنت اوف ليب لاين، يعني انك انت تعملي تحددي شكل الشفايف افضل، لكن مش ان انا اكبر الشفايف. ده بقى الجديد، احددها. التحديد الشفايف هو اللي بقى اجدد من ان انا املى الشفايف، اللي هو الكونتور اللي بترسم. بتحصل بانك تكبريها السنه فبتبان طبيعي اكتر. تعدلي مثلا الزوايا لو فيها دروبينج بتاعت اللي هي اسمها الساد فيس، اللي هي بيبقى الشفايف بتسقط شويه، فتعدليها سنه. دي برضو يعني رسمه يا دكتور، الرسم بس بالفيلر، مش بالتاتوينج او يعني حاجه، يعني تحديدا بالفيلر، مش لازم املى اللي جوه. دي فيها مستين. اول حاجه انها بتدي شكل طبيعي للشفايف، تاني حاجه انها بتخلي الروج ما بيسحش. يعني بره ما عملوها اكتشفوا ان لما بتعملي الكونتورنج ده بيخلي الروج مش بيسيح. بس لسه للاسف الدكاتره برضو في مصر او في العالم، اعتقد في لبنان تقدموا جدا برضو هنا مش متعرف عليها، هنا في مصر لسه بيكبروا الشفايف. هي بيملوها بس بيملوها اكتر. لعلمك هي نفس الكميه بتستخدم، يعني لو هي على نفس حكايه، بس هي بتتوزع توزيع اصح. لكن ما بتبقاش ان انا بحقن مثلا نص السرنج هنا ونص السرنج هنا ونص السرنج فوق، لا. بقيتي تمشي بنقط معينه في اماكن معينه وتتعملها مساجين كويس، فتحسي ان الشفاه ظهرت بحجم كويس، حجم طبيعي كمان، مش فيك. مش الحجم اللي بنشوفه الفيك قوي ده. اوكي، بلس ان التدخين برضو خلي بالك، والشيشه بتساعد لاما في حاجتين انت وبختك بقى، يا اما انها تزيد حجما يا اما انها تقل حجما، حسب على حسب طبيعه الجسم. فدايما اقولها لها من فضلك لو يعني هنعمل شفايف او كده، نقعد بس 3 اسابيع لحد ما يثبت تماما، بعدين نرجع للتدخين. طيب معانا كمان صوره ممكن توضح لنا دكتور اكتر. دي ماريونيت لاينز، دي في كبار السن، ودي يمكن اكتر واحده او ممثله اشتهرت بيها وما تكتب حتى في كتب الطبيه، اللي هي التايتانيك جراندما، اللي هي طلعت الجده في التايتانيك. كانت طالعه بالماريونيت لاينز دي. الماريونيت لاينز دي اكتر حاجه بتبقى موجوده في كبار السن قوي، ودي بتتحقن بوتوكس، بتتحقن بالبوتوكس مش بالفيلر. طب حضرتك بتحقني الشفايف ولا الاماكن اللي فيها خطوط دي؟ الخطوط. وبعد ما بتظهر الشفايف تبقى شكلها الطبيعي، اشوف بقى حجم الشفايف قد ايه. لو رفيعه انا دلوقتي في الشكل ده انا مش قادره احكم الشفايف حجمها قد ايه، لانها مكرمشه يا دكتور كده، لانها مكرمشه داخله لجوه. مجرد ما البوتوكس هيخش في اللاينز اللي متعلم عليها دي وتتفتح، هيتفتح منظر، هعرف بالظبط الشفايف محتاجه قد ايه. عشان كده دلوقتي بقت في التجميل حاجه اسمها كومبايند امباكت، يعني بعمل حاجتين مع بعض، ما بعملش حاجه واحده. بعمل ليزر مثلا او الترا ثيرابي مع بوتوكس او فيلر، ما بعملش حاجه واحده عشان بيتدي باتر ريزلتس. يعني احنا بنحقنها الاول، بنحقن الخطوط دي بوتوكس، وبعدين نشوف الشفايف لو محتاجه حاجه. اوكي بالزبط. مش محتاجه، هي بتكون اتعدلت شويه. الغلط بيحصل فيه بقى دلوقتي او العاده الناس تعمله، ان تحقن فيلر. ما هتحقن فيلر الشفايف هتكبر، بس الخطوط لسه موجوده. ما انا عشان كده سالت، احنا بنحقن في الشفايف ولا في الخطوط؟ لا، بنحقن في الخطوط بوتوكس، وبعدين استنى حوالي 6 أو 7 أيام واشوف شكل الشفايف بقت ايه، طبيعي شكلها ايه. ونشوف عايزه تتملي قد ايه، ممكن تتملي همسه، تتملي يعني مفيش حاجات بسيطه قوي. دكتور عادي ممكن لو حد شفايفه كويسه قوي مثلا من الشفه اللي هي اللي فوق مثلا، ممكن نحقن بس الجزء اللي تحت او العكس؟ طبعا، يعني مش شرط الاثنين. بصي بقت في دلوقتي اشكال موجوده على تشارت، وتخش المريضه او الكلاينت بتخش تشوف الشارت هي عايزه انهي واحده فيهم بالظبط مناسب وشها، ونتكلم. الموضوع مش لازم دي او لازم دي، مفيش حاجه. طيب خالص ما لازم. لو الشفه الارنبيه او المرض انتشر شويه، ممكن تعالجيها دكتور ولا لا؟ دي لازم تتعالج برضه. ممكن تعالج بالفيلر، نملاها مثلا بالبوتوكس، بعمل ريلاكسيشن لعضله معينه، وبعدين بعد كده بملاها. طيب دكتور، بنشوف ناس كتيره قوي لما بيضحكوا بيداروا ابتسامتهم، لان اللثه بتبان. ده ليه علاج ولا برضه جراحه؟ لا، ليه علاج بالبوتوكس برضه. بس بيتحقن في اماكن معينه، مش في الشفايف خالص. بيتحقن تاني يا دكتور النبي، بس تسر المهنه بقى. تسر المهنه، مش هو يتقال مره واحده خالص. لا، بس بيتحقن بالبوتوكس يعني بالظبط 3 4 دقايق وبتطلع، بتبقى مختلفه خالص. يعني يا دكتور ندى، انا بشكرك جدا، فكره حلوه جدا، وفكره اكيد كل السيدات بيحبوها. بس انا عايزاكي برضو تفتكري ان فرتيتي هناك عايزين نتكلم عايزين طبعا. دي انا مش عايزه اتكلم عليها دلوقتي، قلنا نخصص لها فقره كامله. دي طالعه احدث موضه دلوقتي في شد الرقبه، ودي هتبقى صيحه كبيره جدا في التنين. باذن الله نتكلم عليها ان شاء الله في الفقرات القادمه. انت نورتينا النهارده واستفدنا من المعلومات دي جدا، وان شاء الله لينا لقاءات تانيه كتير. نورانا النهارده في الاستوديو الدكتور ندى رضا، استشاري الامراض الجلديه والعلاج التجميلي بالليزر، وايضا عضو الجمعيه الاوروبيه للامراض الجلديه. وكانت
فقره مميزه فعلا من طبيب الحياه، اتكلمنا فيه عن كل ما يخص عالم التجميل، ومش بس الشعر او البوتوكس والفيلر، وان احنا ازاي نحافظ على بشرتنا وازاي نبان كسن اصغر من سننا. استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه، احنا كل يوم معاكم من السبت للاربع من الواحده حتى الثانيه ظهرا، ما تنسوش الاعاده من الواحده صباحا وايضا من السابعه صباحا. الى اللقاء.